Enregistrement, wydadclub.com. وجديد جديد الوداد الرياضي البيضاوي ولو انه غيغيب على الدوره. طبعا تحل المهدي، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين ديالنا الكرام. كما قلت فالوداد الالتزام كنعرفوا ثلاثي المغرب المنافسات القاريه، فالمباراه ديالو نهايه الاسبوع غادي تاجل الى وقت لاحق. الوداد على غرار باقي الانديه يستعد بمركب محمد بن جلون مدينه الدار البيضاء للمنافسات المقبله من البطوله الوطنيه بقيادة مصطفى شهيد اللي يشرف حاليا على الفريق ديال الوداد البيضاوي. اللي كاين المهدي هو غيابات بالجملة اللي تسجلت واللي تسجل داخل صفوف فريق الوداد البيضاوي. يمكن كما تحدثوا للكثيرين، يمكن هذا التأجيل ديال المباراة ديال الوداد غيصب في صالح الفريق الأحمر نظرا للغيابات الكثيرة اللي كتسجل داخل الفريق. بداية ذكر بأن نادي ميغري فكان تصاب على مستوى الأنف في المباراة اللي جمعت الفريق بحسنية أكادير واصطدام أو الكوكب مراكشي عفوا واصطدام مع سفيان العلودي، فإجراء ديال العملية الجراحية في وقت سابق. طبيب الفريق منحو فترة راحة كتصل إلى ثلاثة ديال الأسابيع ابتداء من 24 من فبراير الماضي. المياغري غي كما قلت غيغيب على المباراة أيضا ديال الجولة 21 اللي غيحل من خلالها فريق الوداد ضيف على فريق المغرب التطواني، والعودة ديالو غتكون في 17 من الشهر الحالي. يونس حواسي اللي كان تعرض للإصابة في الركبة في مباراة ديال الوداد في صراحة امتدت لأسبوعين وغاب على مباراتي الكوكب وفريق الفتح. نبيل الولجي أصيب بالتواء في الكاحل خلال المباراة ديال فريق الفتح وغيغيب على التدريب ديال الوداد طيلة هذا الأسبوع، يعني يوم الاثنين غيكون الدخول في تدريب خفيفة رفقة الفريق الأحمر. من جهة محمد بن رابح فألم في العنق واللي كان عنده التحام عاد لاعبي ديال فريق الفتح الرباطي في المباراة ديال الفريقين في وقت سابق. عمر عطي الله فأصيب بالتواء في الكاحل الأيمن إحدى الحصص التدريبية ديال الفريق. الطبيب ديال فريق الوداد فمنحو راحة 6 ديال الأيام انطلاقا من الثلاثاء الماضي. نضيف لهم أيضا فابريس أونداما، مالك إيفون اللي سجل الهدف ديال التعادل بالأمس ديال الكابون في مباراة ديال المنتخب الوطني المغربي، باكاري كوني التزامات ديالهم مع المنتخبات ديال البلاد ديالهم في المباريات الودية، وبالتالي فنصف فريق الوداد كان غائب و13 لاعب تقريبا هما اللي خاضوا التدريب. كان ايضا خبر اخر يمكن يعني الحديث عليه، فيمكن اخبار تتنقل حول كيبقى الغياب ديال هشام العمراني ومحمد سانوغو فييرا، يعني غياب يعني يطرح على الاستفهام عن التدريب ديال فريق الوداد البيضاوي. كيبقى الامل حاليا هو الحديث يمكن على في ظل التوقف ديال او في ظل عفوا تاجيل ديال المباراه ديال الوداد، فمباريات البحث على مباريات وديه اللي خلي التنافسيه بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي. الوداد اللي قلت يستعد بشكل عادي بالنسبه للبطوله الوطنيه، وكيبقى المحاوله هي الاستغلال ديال النقاط ولا المحاوله يعني الاستفاده من اي مباراه بغيه مواصله رفقه انديه ديال مقدمه ديال الترتيب في البطوله الوطنيه لهذا الموسم المادي. شكرا لك كثير سي محمد. Enregistrement wydadclub.com.